هذا ووزير الثقافة عز الدين مهوبي متواجد حاليا بمملكة البحرين من أجل المشاركة في افتتاح فعاليات المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2018. إلى موضوعنا آخر، وعرض الفنان التشكيلي عمر خيتر أكثر من 31 لوحة فنية جمعها من أصدقائه بقاعة فرانس فانون بالعاصمة تكريما لأصدقائها الذين لم يبخل عليهم بإبداعاتهم. تقول سارة بالحور في هذا التقرير. المتجول بين معارض الفنون التشكيلية كثيرا ما يجد أروقة خاصة باللوحات الفنية. لكن قليلا ما نصادف فنان تشكيلي يخصص معرضا للوحات جمعها عن طريق هدايا من أصدقائه الفنانين، وكل لوحة هنا لها حكاية. كما يقولوا مجموعة من اللوحات لفنانين من بعض المدن الجزائرية. هي اللوحات هذه أهديت يعني لي في كنت منظم معارض في مكان آخر، في رواق واحد آخر كنت منظم معارض. كانوا كل فنان يعني كصديق يعني يهدي لي لوحة. لميت هذه المجموعة وعرضت، كاين 31 لوحة مثلا، وعرضت معظم منهم تشكرا لهم واعتبارا لهم. اللوحات الفنية لها مكانة خاصة عند نخبة مثقفة فقط، والعمل على تجسيد لوحة فنية متكاملة مثل هذه يتطلب جهدا كبيرا، لذا سعرها قد يكون مرتفعا في كثير من الأحيان. ما عندهاش اللوحة، ما عندهاش مثلا قيمة معينة، من لأنه اللوحة إحساس، والإحساس لا يقيم بثمن. يعني الإنسان كي مثلا يجي يشوف لوحة يقدر يقول لك أنا هذه اللوحة عجبتني حاب نشريها، قول لي ما حتى الفنان يلقى صعوبة باش يقيم لوحة تاعو، شحال راح يقول له؟ كاين اللي عزاز عليا ما نقدرش نبيعهم حتى ب 100 مليون 200 مليون ما نقدرش نبيعهم. فن الصعود إلى المطلق فلسفة إنسانية لا يعقلها إلا من هم في مكانة عمر خيتر، الذي يستمد من ريشة ملونة أساليب بناء فني يحقق الجمال في إبداع ما هو جوهري.